لكن المدارس الكاثوليكية والأرثوذكسية لم تضرب، والأساتذة بين من يلتزمون الإضراب ومن لا يلتزمون، كما في كل مرة تسود البلبل القطاع التعليمي. سياسيا مصير الحوار الوطني معلق، وعشية جلسة الخميس أطلق النائب وليد جنبلاط مبادرته التمسك بالحوار التزام مرجعية الدولة والامتناع عن الانخراط في الأزمة السورية. في مصر ومنعا لعودة التصادم في الشارع، ألغى الإخوان المسلمون تظاهرتهم المقررة في ميدان عبدين، فيما تتحضر المعارضة لتظاهرة مليونية ضد توسيع الرئيس مرسي صلاحياته. في سوريا العنف على أشده، والمعارضة تستولي على 6 تشرين الاستراتيجي. نبدأ من مبادرة النائب جنبلاط في تقرير لدونيز رحمي فخري. رأت مصادر بارزة في كتلة المستقبل النيابية أن ميزة مبادرة جنبلاط تكمن انتقاء المشروع الإيراني في لبنان ومواقف الدول العربية، ومؤكدة أنه ليس من مشروع عربي في لبنان. ذكرت صحيفة النهار أن بعض قوى 14 أذار سيحضر إفرادي. أما أوساط رئاسة الجمهورية فأبلغت النهار أن الرئيس سليمان استبعد عقد هيئة الحوار في غياب فريق 14 من أذار، وإعلان الإرجاء مؤجل إلى الأربعاء في انتظار استكمال الاتصالات. الإدارات العامة والمدارس الرسمية والخاصة تضرب اليوم وغدا، تقرير هيثم خوند. إدارة المدارس الخاصة ولجان الأهل تعارض الإضراب وتحذر من إقرار سلسلة رواتب. ارتقى الرئيس الأرميني يستغل زيارته في قصر بعبدة، ورئيس سليمان يجد الدعوة إلى الحوار وإلى إسقاط الشروط المستقرة. أشار في ضيفه الأرميني في قصر بعبدة في حضور شخصيات سياسية وعسكرية. التظاهرة التي تنظمها اليوم القوى المعارضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي، هذا وفشل ائتلاف الثورة يعين سفيرا له في لندن بعد باريس. اليوم وفد من قوى 14 من أذار إلى غزة، وهو يضم 14 شخصية نيابية وسياسية وأعلامية. وأعلن منسق اختار أعضاء حزب الليكود الذين أدلوا بأصواتهم اختيار مرشحي الحزب جلعاد أردن، استبعاد شخصيات بارزة كبني بجين وعبد ديختر. وأشارت المعلومات إلى أن أعضاء حزب إسرائيل بيت النجاميني سينضمون إلى اللائحة لتصبح لائحة الليكود بيتنا أكبر لائحة كنيسة المحتوى. هذا وأجرى تل أبيب أول تجربة ناجحة على منظومة الصولجان السحري المضادة للصواريخ متوسطة المدى، وأطلق وعشية تعزيز بلاد العسكرية وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك يستقيل من الحياة السياسية. لبنان نيوز على موقع تويتر، ام تي في لبنان على موقع فيسبوك، وعبر mtv.com.lb. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء. إضراب اليوم وغدا في الإدارات العامة والتزام جزئي للمدارس، وميقاتي يعتبر أن الإضراب لا يوصل إلى أي نتيجة. بعض قوى 14 أذار سيحضر إفراديا للقاء سليمان الخميس، وأوساط رئاسة الجمهورية تؤكد أن الرئيس يستبعد عقد الحوار في غياب فريق 14 أذار. الإخوان المسلمون في مصر يلغون تظاهرتهم اليوم لتجنب الاحتكاكات مع تظاهر المضادة التي تنظمها القوى المعارضة للإعلان الدستوري. العمليات العسكرية تتواصل في دمشق ومحيطها غدا نجاح المعارضين في عزل حلب عن شرق البلاد. وفد من 14 أذار يتوجه إلى غزة، وسعيد يعلن أن هدف الزيارة هو التأكيد أن الدفاع عن القضايا العربية ليس حكرا على أحد. إخراج رفات عرفات بحضور خبراء دوليين استعدادا لأخذ عينات للتحقيق في ملابسات وفاته. هذه العناوين وسواها نفصلها في نشرة بيروت اليوم في تمام الثانية. كونوا معنا.